احنا بنعمل طائرات حارقة اللي تحرق حتى الأراضي اليهود، نديهم حتى هي بتعمل لي شيء، يعني هي حاجات بسيطة عندهم، هم عاملين حاجة كبيرة يعني كل هذا الطبق بكلفش 5 شيكل، بس بنديهم إثبات إنه احنا قادرين نعمل كل شيء. يعني اليوم الحمد لله الشباب اللي اجت توجهت للمسيرة العودة بكمية كبيرة، والحمد لله يعني ليش هذا بنسبته للكيان الاحتلال انه احنا قادرين نخش السيريك وقادرين هذا ونضحي بدمنا لاجل فلسطين. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.